مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الفضائية، مسابقة الشروق مرت من هنا، مرحب بكم، بنحييكم وحلقة جديدة من مسابقتنا الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة وزي ما شايفين نحن طريق الخرطوم مدني ولاية الجزيرة، حلقة جديدة، متسابقين جدد، فايزين جدد، إجابات جديدة، أسئلة. أتمنى لكم متابعة طيبة، كونوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في ولايه الجزيره، اهل البشاشه والكرم والجود، اهل الزراعه، اهل الرعيه، اهلنا الطيبين في الجزيره الحبيبه الحنينه. اول محطاتنا من الجديد الثوره، سؤال جديد، اجابه جديده، فايز جديد، نتمناه من اهلنا واحبابنا ناس الجديد الثوره، وجائزه جديده، تابع معنا. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله طيبين، كيف الحال؟ الله يسلمك، بارك الله فيك، الحمد لله، ان شاء الله طيبين. حبابكم، حبابكم، ان شاء الله طيبين، حبابكم، اليوم السعيد الليله جابكم، حبابكم، ان شاء الله طيبين. اول حاجه ما شاء الله، احنا ما شاء الله، اي ما شاء الله، مرحبا حباب ابوي، الله يسلمك، الله يسلمك. اخونا المساح، اي المساح ده قابلته اول زوري، ايوه نعم، اي جيت قدامنا، ايوه، وجريت قدام العربيه، ايوه، وانت ما مرخص، نعم، ما مرخص، كوبسنجي، اي عارف نزلت الزلط فين، اي والله جيتنا مع النزه، اي مع النزه، اي. طيب نحن نتعرف عليك، اسمك منو؟ الاسم ابو القاسم الحاج الطيب من ابناء جديد الثوره، اللقب المساح. المساح لغبوك المساح لين؟ والله لغبوني للمساح بتاع مدني، الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر له. لو انت كنت مشاي ولا شنو؟ لا ما مشاي والله، بحب الشغل، بحب الشغل. طيب كومسنجا اصلا؟ كومسنجا، اي. بتشحن حفلات وين؟ بشحن حفلات مدني. مدني بتقولوا شنو؟ مدني كاملين حصحيصه، يا التي المسيده المزعوديه النوبجيات. دي حفلاتكم شغاله؟ دي حفلاتنا شغاله، ما عندكم نغمات؟ ما بتعملوا نغمات كده؟ النغمات حلوه شديد والله، نغمات حلوه، لكن مرات اشتغلوا هزاز. طيب سؤالنا، نعم، احنا الليله في الجديد الثوره، نعم والله، حياك الله والله، حيا الله يحييك والله بأهلا وبطيبتك. الجديد الثوره دي كان اسمها الجديد، نعم، كان اسمها الجديد، نعم، ايوه صح، نعم، والاسم ده جاي من زمن عمارة دونقص وعبد الله جماع، ايوه صح، لما جو فيها سنه 1505، ايوه، سماها الجديد، ايوه. في زول كمل عليها اسم الثورة، سماها الجديد الثورة، بالراحة بالراحة، مش معاك، سماها الجديد الثورة. الكلام ده كان 1970، والزول ده كان عضو في مجلس قيادة ثورة مايو مع 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 الرئيس الأسبق جعفر نميري، كان معاه، جه هنا عمل خطاب، هو عضو مجلس قيادة مايو، عمل خطاب هنا سنة 1970، سماها الجديد الثورة. عارف الزول ده منو؟ ممكن تدري خيارات؟ لا لا، الزول ده واضح، انت كنت جاوب كم، ما عرفت بعد ذاك. اديني خيارات يا حمد يا اخي، في زول شفافك، لكن اديني خيارات عليك الله، في زول شفافك، انت ما سمعت، قلت لك اسمك، ما سمعت والله، وقال لك اسمك، ايش في هذا اسمك؟ انا اسمي ابو القاسم. انت عارف الزول منو؟ والله ما عرفته، ما عرفته، اديني خيارات، انا ما بدي خيارات، ما بعد امر لي على الفرنت، خليك واقف بس، خلاص خلاص. والسلام عليكم يا اخوان، ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك اخواننا. في بريد عمنا منو؟ انا ادم محمد. ادم محمد، ادم محمد، ادم من وين؟ من فراجيل هنا، شكله فراجيل يا اخي. طيب اصلا شغال في الجديد هنا؟ لا لا، ما شغال في الجديد، في الجزيره، وجاي ضيف هسه، ماشي هنا، جاي ضيف عندي مزاري، عندي جاي بس، ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. طيب الجديد الثوره دي، عارف الزول اللي سماها الجديد الثوره منو؟ والله دي ما بعرفه. ما بتعرفه؟ لا ما بعرف. زمن مايو، نعم، زمان مايو الوقت سماها الجديد الثورة، ما عارفه؟ ايوه عارفه الجديد الثورة، ده عرفنه، لكن زول اللي سماه ده ما عارفه. محمد منو؟ زول الكبال اسم ده ما عارف، لكن جديد الثورة ده انا بعرفه. ما عارفه انت؟ ما عارفه. ابو القاسم محمد ابراهيم، ها؟ ابو القاسم محمد ابراهيم على اسمانه ذاته، على اسمك انت؟ اي ابو القاسم محمد ابراهيم، متاكد وصابت، راجع 100%، والله والله. طيب خلاص، نحن نعتبر اجابه بس ونشوف غيره، بس خلاص خلاص. السلام عليكم، ان شاء الله طيب، نتعرف عليك. عبد الفتاح الوزير حمزه. منو؟ عبد الفتاح البجير. عبد الفتاح في بريد؟ بريد ثقيل والله العظيم، هو القمح ناجح والله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، خير البلد، يكونوا ما جاي منكم، من جاي؟ الحمد لله، من جاي يعني، ان شاء الله، اللبن والعيش والعيش، ربنا يديكم الصحه والعافيه ويخليكم لروحكم. اللهم امين.
انت اصلا من الجديد؟ من الجديد. طيب كويس، سؤالنا سمعته؟ الجديد الثوره كان اسمها الجديد بس، والاسم ده جاء من زمان عماره دنقص عبد الله جماعه لما جو هنا كان اسمها خليف صح؟ هم اجتمعوا وتحالفوا فيها سموها الجديد. بعد ذاك جاء عضو من قياده ثوره مايو سنه 1970 خطاب جماهير هنا غير اسمها للجديد الثوره. عارفوا منو العضو؟ الله ما متأكد. زمان نميري ما متأكد والله. انت اتولدت كم؟ انا 62 بالضبط كده. 62 يعني عمرك كان 8 سنة. اي 8 سنة. اي ما حضرت الخطاب ده؟ لا لا والله والله ما حضرته. خلاص احنا نتمنى لك التوفيق معنا المره الجايه. اللهم امين. احنا سعيدين نكون معكم في الجديد الثوره. الله بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. كيف الحال؟ حالك؟ اها نتعرف عليك. عبد الرحمن خلف الله الامين. عبد الرحمن؟ نعم. من الجديد الثوره؟ لا من السديره. من وين؟ الشرقيه. سدير الشرقيه. سدير الشرقيه قريبه من هنا؟ قريبه طبعا. بتجيب شنو؟ 22 كيلو بالهوايس. ها؟ مواصلات؟ لا بكاسي ولا هوايس. حفلات. هوايس حفلات. هوايس حفلات. 22 كيلو. نفر بكم؟ نفر ب 2000 جنيه. 2000 جنيه والله قريبه من بعيد. 2000 مشي و2000 رجع. 2000 رجع و2000 جاي. طيب سؤالنا. الجديد الثوره. نعم. اتسمت الجديد الثوره في عهد مايو 1970 في عضو من مجلس قياده ثوره مايو خاطب الجماهير هنا وغير الاسم من الجديد سماه الجديد الثوره. عارفه منو؟ نعم. منو؟ جعفر محمد نميري. جعفر محمد نميري. ما بتتراجع؟ ما بتراجع والله. والله ابعاد شخصيه. ابعاد شخصيه. اي ابعاد شخصيه ما بتراجع. خلاص احنا ناخذ اجابتك دي وان شاء الله تكون معنا من الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يتولاك. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. اتعرف عليك. محمد علي محمود بكري، معلم بتعليم الاساس، مكتب تعليم الصناعات، الاحصاء والتخطيط التربوي، ومن مواطنين النوبة. النوبة؟ نعم. ما شاء الله نحن بنحييك وبنحييهن في النوبة. الله يكرمك يا أخي. طيب علاقتك بالجديد الثورة شنو؟ والله علاقة قديمة جدا لأنه الجديد ده أصلا إرث يعني. نعم. ولنا علاقات جذرية في داخل الجديد لأنه عندنا أسر الآن بتربطنا بها. نعم. وهي طبعا علاقات قديمة جدا، بالإضافة لأنه إحنا الجديد دي عندنا هي باعتبارها أنه هي السنتر بتاع المنطقة. نعم. بتاعة إحدى الصناعات اللي تابعة لولاية الجزيرة. نعم. وصل المناطق دي متداخلة في بعضها. نعم نعم قريبة. نعم نعم. أصلا مساحاتها نعم كلها ما نعم يعني من بعض قريبة جدا. برضو في يعني المصاهرة بين الجديد والمناطق اللي حولهم يعني. نعم. الناس متداخلة مع بعضها. نعم نعم. طيب نحن أصلا كان اسمها الجديد. نعم. سمت الجديد الثورة. نعم. الكلام ده 1970. نعم. سماها عضو من مجلس قيادة ثورة مايو. نعم نعم. بعد الرئيس الأسبق نميري. نعم. زار المنطقة دي وخاطب الناس. نعم. 1970. نعم. سماها جديد الثورة. منو الزول؟ هو الرأي تقريبا ابو القاسم محمد ابراهيم. نعم. ابو القاسم محمد ابراهيم طبعا هو كان عضو من قياده الثوره. نعم. وفي لقاء جماهيري كبير جدا كان في منطقه الجديد واطلق عليها الجديد الثوره. الجديد الثوره واحد. فايضا في الجديد الثوره اثنين وفي الجديد الثوره ثلاثه. هم قريبين من المنطقه دي؟ يعني بتمشي بتدرج يعني الثوره واحد الثوره اثنين الثوره ثلاثه. ايوه ايوه. نعم. كلها في المنطقه دي؟ كلها في اريا واحده يعني. اريا واحده. أي. لكن واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. ما شاء الله تبارك الله. نحن بنحييكم ونتمنى لك التوفيق معنا. الله يكرمك. الله يكرمك. صحيحة. الله يكرمك. وان شاء الله نمشي نجي الدوره الجايه نلقى الجديد اربعه وخمسه وسته وسبعه عشر. الله يديك. نتمنى يعني لقناه الشروق ان شاء الله كل تقدم وكل ازدهار، وهي من القنوات يعني اللي ظهرت بمستوى عالي جدا يعني. الله يكرمك. شكرا. يديك العافيه استاذ. الله يفيدك. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله طيب يا اخي. عمنا منو؟ مصطفى الخدر النعيم. مصطفى الخدر. نعم. من الناس الجديد؟ الجديد ثوره واحد. ما شاء الله الثوره. نعم. واحد. نعم. طيب سؤالنا الجديد كان اسم الجديد الثوره كان اسم الجديد. نعم. اتسمت من زمان عماره دنقص عبد الله جماع. ايوه. الكلام ده 1505 لكن في 1970. نعم. عضو من مجلس قيادة ثورة مايو في زمن. نعم. الرئيس الأسبق جعفر نميري. نعم. خاطب الجماهير هنا وأضاف لها الثورة بقت اسمها الجديدة الثورة. نعم. عارفوا منه؟ أبو القاسم محمد إبراهيم. أبو القاسم محمد إبراهيم. نعم. الخطاب ده حضرته؟ نعم. أيوه. أنت ذاتك حضرته؟ أي نعم. غير الاسم فوق مش؟ أيوه أيوه. غير من الجديد خليف للجديد ثورة واحد. من الجديد شنو؟ من الجديد خليف للجديد ثورة واحد. هي أصلاً كان اسمها خليف؟ كان الجديد خليف. نعم. والاسم ده ذاته كان من زمن عمارة دنقص عبد الله. نعم. كان اسمها خليف. نعم. يسمت الجديد الثورة. الجديد ثورة واحد. طيب نحن نتمنى لك التوفيق والتابع معنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بارك الله فيك. الله يديك العافية. محطتنا الأولى كانت في الجديد الثورة ولاية الجزيرة. التغنى بأهلنا وأحبابنا الطيبين. سؤالنا كان الاسم الجديد الثورة. من هو الذي أطلق هذا الاسم على منطقة الجديد؟ الكلام ده 1970. عضو بارز في مجلس قيادة ثورة مايو
زمن الرئيس الأسبق جعفر النميري. الإجابة هو الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم، وكنت معانا أنت أبو القاسم ذاته. أبو القاسم الحاجة الطيب من أبناء جديد الثورة. الجديد الثورة. اللقب المساح. اللقب المساح بن قوسين. كما قلت المساح ده أنا ما بتكيف ذاته. أنت ذاتك ما بتكيف. إلا تقول المساح. طيب أقول لك المساح ولا أديك جائزة؟ أديني جائزة. لأني ماشي معك حبيان والله. وحياة الله. مرحبا بكم، ما زلنا متواصلين الليله، نحن داخلين على ولايه الجزيره. الان نحن في جياد، واسم وقفة جياد معروفه يا اخواننا، اكبر مجمع صناعي بالمنطقه، 15 كيلومتر مربع دي المنطقه دي والمجمع الصناعي. جياد بتحتوي على 3 قطاعات رئيسيه: قطاع الصناعات المعدنيه، وقطاع الشاحنات والترترات، والقطاع الثالث قطاع اداري. سؤالنا عن جياد محطة، نزل الناس يا اخواننا نشوف السؤال شنو اجابته شنو، تابعوا معنا. طيبين، الله يحفظك بارك الله فيك، ان شاء الله طيبين الحمد لله. شباب ان شاء الله طيب، زيك سلم، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. نحن عندنا مسابقة اسمها الشروق، مرت من هنا جوائزنا فورية في العربية، بنزل الناس عن منطقتهم اللي هم فيها. الزول اللي بيعرف الإجابة بيكسب معنا جائزة. نتعرف عليك من الشاركين. هادي عباس محمد الحاج. هادية من جيات هنا. طبعا جيات ما في زول يلدو هنا صح؟ لا ما في. ما في زول يلدو هنا. يعني الناس جابت ظروف العمل وكذا. طيب يا هادي، نحن سؤالنا عن جيات. متى تأسست مدينة جيات الصناعية؟ تأسست مدينة جيات الصناعية في سنة 2001. 2001؟ متأكدة؟ هاي متأكدة. طيب خلاص، نحن نعتمد إجابة منك وإن شاء الله تكوني معانا من الفائزين إن شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله طيبين، كيف الحال؟ الله يسلم، الله يبارك فيك، الحمد لله. نتعرف عليك. اسمي شراء علي. منو؟ من شراء علي. شراء علي، انتم من ناس جيات هنا؟ من ناس جيات. ابوكم شغال هنا؟ ابونا شغال هنا. عندكم عربيه جيات؟ عندنا عربيه ساي جريس. جريس ساي؟ يعني ما جابوا لكم الجيات الان؟ لا لا لسه. ان شاء الله نجي الدور الجاي نلقاكم راكبين الجيات ان شاء الله. طيب سؤالنا، متى تاسست مدينه جيات؟ متى تأسس السنة جياد؟ لما سنة جياد، مدينة جياد. مدينة جياد هاي. والله ما عندي فكرة. أنت جيتوا أمتين؟ نحن من ما جيناها لها 9 سنين. يعني جيتوا سنة كم؟ استكنا لنا 9 سنين. 9 سنين يعني جيتوا 1999. 1999 هاي. طيب أنت بتفتكري إنها تأسست كم؟ طيب ما عندي ذكرى عنها. طيب لما جيتوا لقيتوا ناس قاعدين؟ لقينا بسيطين يعني ما كثيرين. هل بسيطين دين ما عرفتون يومتين؟ والله ما بعرفهم جمتي. ما عرفتهم. طيب نحن ان شاء الله نتمنى لك التوفيق معنا في المرات الجايه ان شاء الله. الله يديك العافيه، نتابع. السلام عليكم. خالد تفضل انت. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين الحمد لله، الله يبارك فيك. السلام عليكم سيد الدكان، ان شاء الله طيب الحمد لله، الله يسلمك، ان شاء الله طيبين. السلام عليكم يا اخوان، عندنا سؤال عن مدينه جيات، والناس لو ما يعرفوا عن بلدهم والحياه تبقى مشكله طبعا. طيب نتعرف عليك. رجاء محجوب. رجاء محجوب. في جياتنا. مدينة جياد الصناعية. مدينة جياد الصناعية. رجاء سؤالنا، متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ عام 1997. 97. متأكدة؟ الله أعلم. الله أعلم. أنتوا جيتوها كم؟ نحن جينا سنة 2002. 2002. الدكان قال لك من 2000، معناها دفترك مسجل من 2000. دينك من 2000 قاعدين. انا جيت 2002. جيت 2002. طيب خلاص، انا حناخذ اجابتك دي، نتمناك معانا من الفايزين ان شاء الله. الله يرضيك. نتعرف على اخواتنا هنا برضو. منو؟ احلام عبد الله. احلام مرحبا بك. اهلا وسهلا. من نجيات هنا؟ جيتوا سنه كم؟ جينا سنه 2002. 2002؟ جيتوا معنا رجاء؟ يوم كن واحد جينا؟ جينا يوم 3/7 قايتوا 2002. طيب عارفه مدينه نجيات دي تاسست سنه كم؟ اول ما سواها سنه كم؟ أول من أسسوها 1999. 1999؟ 99. تأسيس بدل آية التشييد. التشييد؟ هاي. 1999؟ طيب نحن ناخذ إجابة وإن شاء الله تكوني معنا من الفائزين. اختلفت الإجابات، نحن بناخذ الإجابة الصح. إن شاء الله. الله يبارك.
السلام عليكم. ان شاء الله طيب يا اخي. الله يبارك فيك. الحمد لله. نتعرف عليه. زميل علي احمد. وزميل علي. نعم. جي جياد 200. جي جياد 2002. 2002. يعني احنا اساسا النسوان ديل ونرين جياد اساسا سنة كم؟ هم مالياتك ياسين مكملات قروج الرجال ما عرفها جياس وبرجل المرتبات لما تجي بيشترن اي واحد معبي كيس ما عارف جياس وامتين. انت سؤالنا متى تاسست مدينه جياد؟ 97. 97. نعم. متأكد؟ ان شاء الله. طيب خلاص احنا بناخذ اجابه صحيحه. وكما طلعت اجابه صحيحه من غرمك نشيل لنا منك صلصه ودين. ابشر والله ابشر والله. ناس جياد بدينه؟ كلهم ديون. ديون هاي. لكن بيحلوا. بيحلوا هاي في المرتبات هاي طوالي قطع طوالي. يعني ناس منا والمرتب باكر انكم العرب تجي معي. والله عمة طوالي في الليل. والله يتعلق دريبك في السقي بزوطة اجابة. اسوالوي والله اسكت بس خلوا لي. ان شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية يا اخي. وناس ما سهلين دي ناس بينتجوا للبلد. لا ان شاء الله بينتجوا بيحلوا والله. ابشر بالخير. اما حلوا انا بحلك. الله اكبر. الله يديك العافية. نعتمد اجابتك ان شاء الله تكون معنا من الفائزين. ان شاء الله. جوائزنا فورية. الله يبارك. الله يديك العافية. طيب نتعرف عليك. اخت رجاء عبد العزيز. رجاء مرحبا بك. انتوا ناس جياد؟ ايوه ناس جياد. جيتوا كم يا رجاء؟ 2002. 2002. انت ناس المنطقه دي كلهم جاء 2002؟ ايوه اي لانه الافتتاح افتتحوا 2001 ذات المدينه ذاتها. نعم. ايوه في ناس نزلوا قبلنا من 2001. انتوا القطاع الشرقي؟ ايوه. في قطاع غربي؟ احنا بالنسبه لنا احنا قطاع الغربي الشرقي. احنا الشرقي ده عملته 2002؟ ايوه هي نزلت فوق الناس 2002 و2001 يعني الناس نزلت لانه الناس اللي قدامنا يعني ما كانت عدديه كبيره واحنا جينا هم بعد يوم. طيب سؤالنا جياد ذاته كلها اذا اسس السنه كم؟ لما اسمه قال كل الاخوان دينا 1979. 79 هنا 7 و 90 90 هاي دي اجابتك النهائيه؟ اي. طيب خلاص انا اتمناك من الفائزين. بس تكلمنا عشان دكان قال نسوان بجرن منهم بدينا بحلنا اخر الشهر ما عصرا على الرجال ما تكلم. لا والله ان شاء الله يعني ما قاعدين نحصر عليهم شديد لهم بس الا المهم الحاجات الضروريه والواجبات. اي لانه المرتب ده ثاني عنده جنبات ثانيه ما اي ذات احنا بنخاف من جيزاتنا يعني ما ناخذ فيها فتره طويله. لا والله ربنا يديكم الصحه والعافيه ورجالكم هم اللي بينتجوا. أيوة أيوة بيقدموا للبلد دي. يعني ان شاء الله ربنا يديهم بقدر ما قدموا ان شاء الله. والله ان شاء الله الله يديكم العفو. يعني ذاتهم مو مقصرين يعني. الله يديكم الصحه والعافيه. الله يسلمك. شكرا لك والله. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك ابو؟ الحمد لله. الله يتولاك. بارك الله فيك. نتعرف عليك. الزبير محمد عبد الله. الزبير من جياتنا؟ لا من المسعوديه. من المسعوديه. هاي. لكن شغالين في جياتنا. والله شغال في جياتنا. ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا سؤالنا متى تاسست مدينه جياد الصناعيه؟ التأسيس ذاته كان 200 جياد كلها. جياد والله ما عندي يعني انت جيت 200 طيب؟ والله طبعا كنت في الاختراب وانا جيت قريب ده ما اعرف. لا جياد ذاته جيت 200 2000 والله قبل شهرين. قبل شهرين. هاي. لكن بالتغريب كيف تأسست سنة كم؟ انت كنت مغترب؟ مغترب هاي. طيب اخر مرة جيت السودان كان 200؟ 2004. لقيت جياد دي فين؟ موجود هاي. قبل جيت 200؟ قبل جيت 2001. لقيت جياد موجود هاي. طيب قبل جيت 200؟ انا مش معك حبه حبه. 99 تقريبا. 99 لقيتها فيه؟ موجود هاي. طيب قبل جيت 200؟ الله ما بتذكر تقريبا 1099 تقريبا. تقريبا 99. 99. طيب انا حناخذ اجابه ان شاء الله اتمنى انك ما تكون معنا من الفائزين. الله يبارك فيك. بعد ما اكون عددت لك سفريات اقدر ناخذ ضرائب سمعوني ولا الله يديك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يسلمك. الله يديك العافيه. اسمك منو؟ يوسف احمد عبد المحمود. يوسف من وين؟ المعيلق حي القبه. المعيلق حي القبه. ايوه ما شاء الله. جنبكم الدبيبة حاج عبد الله. الدبيبة عبد الله ومكركا والريحانة. أيوة والريحانة واحد والريحانة اثنين. أيوة. ما شاء الله والله نحن عبرك بنحيي هنا ناس المعالق. أبشر والله. طيب نحن أنت شغال في جياد؟ شغال في جياد. ليك كم سنة؟ 7 سنين 6 سنين. 7 سنين. طيب سؤالنا جياد إذا أسست 200؟ 1900 بدأ فيها التأسيس سنة 1997. 1997. أي. ما المباني؟ جياد ذاتها في عطومة ده. هنا والله انا شغال. لا ما هنا في المدينه هنا. الاجياد ذاتها اول جياد ذاتها اتعملت سنه كم؟ 96. 96؟ اي. متاكد ولا غدرت؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نحن نتمناك تكون معنا من الفائزين. ان شاء الله. وان شاء الله تكسب معنا جائزه. ابشر والله. الله يديك العافيه كثر خيرك يا اخي. الله يبارك فيك. لا
لاحظ اتعرف عليك. محمد شريف محمد صالح. محمد شريف محمد صالح من وين؟ من جيات هنا مجمع الشهيد ابراهيم شمس الدين. مرحبا بك. اصلا من وين؟ مجادي ما بهذول ولدكم؟ اصلا من الشيخ الطيب شمال مدرمان. الشيخ الطيب ما شاء الله. سؤالنا متى تاسست مدينه جيات؟ تأسست مدينة جياد 1997 وتم الافتتاح في 24 أغسطس 2000. 2000. طيب ما نحن ما بنزعل عن المجمع ده، ما الشرق والمباني والسكن. الفكرة ذات التأسيس المدينة جياد ذاتها سنة كم التأسيس؟ كفكرة ولا كبداية؟ كفكرة ولا كبداية؟ كانت الفكرة كانت كم؟ الفكرة كانت 94 كفكرة في بداية. 94. في 96 بدأ التأسيس. نعم نعم. أنت متأكد من الموضوع؟ نعم. حضرت الزمن ده؟ كيف ما حضرت؟ كنت شغال في جياد؟ لا لا ما كنت شغال في جياد، لكن كنت متابع إنه أيوة 94 الفكرة، 96 التأسيس، 2000 الافتتاح، 2024 أغسطس 2000. خلاص نحن نتمناك معانا من الفائزين، إن شاء الله تكسب معانا. الله يبارك فيك. الله يديك العافية ويجزيك الخير. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله طيب يا أخي. كيف حالك؟ الله يكرمك. نتعرف عليك. صلاح مبارك عبد الله. صلاح من وين؟ من الدبيب عبد الله في المعالك. ما شاء الله، والله ناس المعالك هنا يعني أغلبية ما شاء الله. نحن بنحييك وعبرك بنحيي أهلنا ناس الدبيب عبد الله. سؤالنا ناس المعالك. الدبيبة. أي ما أول نبدأ بالدبيبة ونحيي المعالك. مرحبا كاملين. ولاية الجزيرة. ولاية الجزيرة. نحن الليلة في ولاية الجزيرة، نحن بدينا. مرحبا بك ولاية. وسعيدين بولاية الجزيرة وبناسها لأنهم ناس إنتاج وناس عمل. سؤالنا متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ تأسست مدينة جياد الصناعية في عام 1997 وتم الافتتاح في عام 2000. الافتتاح في 2000. طيب فكرة جياد كانت سنة كم الفكرة؟ والله الفكرة دي يا أخي ما أنا ما أعرفها بالضبط، لكن التأسيس 97 الافتتاح في عام 2000. خلاص نحن نتمناك معانا من البايزين وإن شاء الله يعني تكسب معانا جائزة إن شاء الله. الله يديك العافية. مرحبا. تحياتنا يا أستاذ دبيبة. الله إن شاء الله. الله يرفع. السلام عليكم. مرحبا. إن شاء الله طيبين يا مرحبا. نتعرف عليك. جعفر عز الدين عثمان. جعفر. نعم. يا أخي نحن عندنا سؤال لليلة زول جاوبه ما في. نعم. وجينا لناس جياد ذاتهم. نعم. سؤالنا عن جياد. نعم. متى تأسست مدينة جياد الصناعية؟ مدينة جياد الصناعية بدأ التخطيط في شهر 5/97 بدأ التخطيط. نعم. في المدينة الصناعية. نعم. شهر 11 بدأ التخطيط للمدينة السكنية. نعم. نعم. 97. نعم. طيب الفكرة في التأسيس ذاتها، فكرة جياد سنة كم؟ فكرة جياد في التأسيس الفكرة بدأت يعني تأسست المدينة ذات التأسيس بتاعها ما الافتتاح. نعم. يعني الفكرة ذاتها كانت سنة كم؟ البداية في التنفيذ. لا البداية في الفكرة ذاتها. البداية في الفكرة ذاتها تقريبا 94. 94. نعم. متأكد؟ نعم. طيب نحن نأخذ إجابة ونتمناك معانا من الفائزين. الله يديك العافية. الله يديك العافية. الله يسلمك. الله. السلام عليكم. إن شاء الله طيبين. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله الله. الحمد لله. نتعرف عليك. أسهر مصطفى محمد العاقب. منو؟ أزهري مصطفى محمد العاقب. أزهري. مرحبا بك. وما شاء الله على سامي ناس كلها حكومات، لقينا جعفر. نعم. يعني على النمير ولقينا أزهري. نعم. وماشي كويس الحمد لله. سؤالنا عن تأسيس مدينة جياد، سألنا الناس دي كلها ما خلينا زول، ما في زول ادانا التاريخ الحقيقي للتأسيس. في ناس بيقولوا تواريخ عن 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 الإنشاء، مثلا السكن إنشاء الصناعية جياد الصناعية إنشاء كده، لكن نحن سؤالنا عن التأسيس. الفكرة جياد ذاتها كمدينة صناعية يعني كانت سنة كم؟ والله دراسة الجدوى هي تقريبا 93. نعم. دراسة الجدوى. نعم. بداية الإنشاءات 97. نعم. الافتتاح كان في أكتوبر 2000. الافتتاح كان في أكتوبر 2000. 2000. نعم. متأكد أنت إن شاء الله من كم؟ أنا من 2000 تقريبا. ها؟ 2000. 2000. نعم. طيب في الخريف كده ما قاعد تجي عربية مارقة بمجرة ولا بهنا، الواحد كده يجي جياد دي في الخريف يتلبب لي مجرة بورك. والله فيها. والله الصغار صغار دي الناس الأكثر. نعم. مرقت حاجة؟ لا أنا شايفكم هسه أنتم بمواتر. ما مرقت حاجة. أي. أنا إحنا طيب إحنا بنحييكم وحقيقة السؤال تعبنا فيه. نعم. الدراسة الجدوى والتأسيس، نحن نتكلم عن التأسيس كالفكرة. وكان 1993. نعم. أسهر أنت أول زول يجاوب الإجابة دي صح. الله أكبر. الله يديك الصحة والعافية. أنا إحنا من جينا هنا إحنا أخذنا الفكرة ذاتها، قلنا التأسيس ده ما البناء ولا الإنشاء. نعم. جيادة تأسست 1993. نعم. إحنا بنهنيك وبنبارك لك أخوانا. سؤالنا كان عن مدينة جياد والتأسيس كان 1993. جياد مساحة أكبر مجمع صناعي في هذه المنطقة، 15 كيلومتر مربع، بها 3 قطاعات رئيسية، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع الشاحنات والترترات، والقطاع الإداري الثالث. بالضبط كده. أسهر أنت تمشي معنا العربية إن شاء الله نسلمك جيد. الله يديك العافية. الله يرحمك.
طيب مرحبا بكم وفاز معنا اخونا اسهر بن حيك. اسهر متزوج؟ متزوج الحمد لله. الحمد لله. عشان انت متزوج نحن نديك حاجه تنفع البيت كله. مرحبا. ماشي لبراك. مرحبا بك. نحن بنديك جايزتك معنا بوتجاز 4 عيون بفرن. الله اكبر. الله يديك العافيه ونبارك لك ونتمنى لك الصحه والعافيه. الله يكرمك. الله يديك العافيه. متواصلين معاكم وحلقة الليلة ومتواصلين في جياد. لقينا الترحابة الشايفة وعينكم ده الناس مرحبة بينا خالص. وفي ناس بيأكلوا سندويتشات زول دانا قرمة ما في زول عبرنا ما في. لكن نحن مصرين ندون جائزة تاني. وعشان جائزة تكون موجودة لازم يكون في سؤال. هنزل سؤال تاني في جياد قبل ما نطلع من جياد هذه المدينة العامرة بأهلها وبطيبتهم. نزل سؤال تاني تابعوا معنا نشوف في جايبه وجائزة جديدة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. متعرف عليك. سعيدة حمزة عبد الباص. سعيدة حامد. حمزة. سعيدة حمزة. أي. مرحبا بك يا سعيدة. إن شاء الله أنت سعيدة في جياد. إن شاء الله. الحمد لله. جيتوا جياد متين؟ جينا من 2001. 2001. أي. ما شاء الله تبارك الله. نحن جياد فيها قطاعات ثلاثة قلنا قبل. قطاع الصناعات وكذا. القطاع بتاع الصناعات ده المصانع في جياد. دارين مني مصنعين عارفين شنو من المصانع الموجودة في قطاع الصناعات في جدار. مصنع السيارات والحديد. السيارات والحديد. والحديد. هاي. تاني عارفة شنو؟ والشاحنات. أها. والكوابل. الكوابل. أها. والألمونيوم. الألمونيوم. هاي. خلاص أنا نقبل مني قديل. وده اسمه منو؟ حسام. ها؟ حسام. حسام ما شاء الله. الله حسام صار صر مرقة الحر ذاته ما سير معه. ما عليه نحن نتمناكم معنا من الفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديك العافية. نتابع سؤالنا يا إخواننا. نزال. السلام عليكم. حمنا كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. اتعرف عليك. بشرى عبد الرحمن محجوب. بشرى عبد الرحمن محجوب. من نازيات هنا. ايوه. شغال في جياد ولا شغال في السوق؟ شغال في السوق. في السوق. نعم. انتوا ناس شنو؟ ها؟ ناس شنو؟ ناس اللحم والخضار. اللحم والخضار ما شاء الله تبارك الله. الله ما شاء الله. طيب سؤالنا دارين اثنين من غطاء يعني في قطاع اسمه قطاع الصناعات في جياد دارين اسم مصنعين من القطاع المصانع الموجودة في مصنع دقيقة نسيجة هنا لا نحن من المعادن قطاع صناعة المعادن في السيارات طبعا أها. والحديد أها. وفي الألمونيوم برضو أها. وفي كوابل ومواسير وهنا دي كلها تابعة لجياد طبعا الصناعات التابعة لجياد تابعة لجياد نعم خلاص نحن نعتمد منك قصد دارين لنا اثنين نتمناك معانا من الفائزين الله يديك العافية الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ان شاء الله طيبين بارك الله فيك الله يرفيك كيف الحال الله يبارك نتعرف عليك الصادق بشر محمد البشير الصادق صادق مرحبا بك الله يبارك سؤالنا عن قطاع الصناعات المعدنيه ايوه اللي بتكون فيه الصناعات المعدنيه دارين من المصانع اللي بيحوين القطاع ده طبعا القطاع ده بيحتوي على مصنع جياد الكوابل نعم جياد الحديد نعم جياد المواسير نعم جياد الالومنيوم نعم والنحاس نعم وفي مواسير جديده اسمها جي في سي نعم قطاع جديد فيه تقريبا 6 مصانع او 7 مصانع والله نحن من حقيقة انا دارين اثنين لقيت زول كريم استاذ ما حبينا نوقفك الله يبارك لكن قلت لك 6 ولا 7 اي 7 والله انا خفت تكون تسوي لك مصانع براك الله يبارك فيك يعني حنتمناك معانا من الفائزين الله اكبر ان شاء الله ان شاء الله يعني الناس ما دايره الوفره صح والله هاي دايره الوفره نحن معانا خطنا برضه بيجاي نزاله وان شاء الله يعني تكونوا موفقين مع السلامه عليكم ان شاء الله طيبه يعني كيف حالك نتعرف عليك هويده العاقب محمود منو هويده العاقب محمود هويده العاقب مرحبا بك نحن من حيك جيتوا جهاد 200 والله جينا 2001 2001 ما شاء الله تبارك الله سؤالنا عن قطاع الصناعات المعدنيه في جهاد ما قلنا 3 قطاعات في الشاحنات والتلاتراده وفي لا وفي الصناعات المعدنيه ده اللي هو فوق الالومنيوم انت النسوان جينا كان حاجات كان بس الالومنيوم بعد شويه تقول انا الفورومايكا والبايركسي وحاجات النسوان انا احد قايلين 3 2 بس من مصانع المعادن شنو؟ الكوابل أه. والحديد والحديد اها والكوابل والحديد والنحاس والمواسير انت رايك في المعادن؟ في الالومنيوم بالالومنيوم يا هم الناس المعادن اي طيب ما قلت لك الالومنيوم ما قلت لك الالومنيوم والكوابل يعني بديت من البيت ودخلت عليه بس ان شاء الله والله نحن نتمناك معنا من الفائزين ان شاء الله ان شاء الله الله يديك الصحه يديك العافيه الله يسلمك الله يبارك فيك يا اخواننا دايرين ما شاء الله عمنا مرحبا شاركتنا
لا أبدا ما شاركت أنا. نتعرف عليك. عبد السيد محمد مركز حسين. ها؟ عبد السيد محمد مركز حسين. مرحب بك، نحن بنحييك. وسؤالنا عن قطاع الصناعات في جياد، دارين اسم مصنعين شو؟ شركة بروجة الهندسية. وشركة الكوابل. والكوابل. بروجة الهندسية والكوابل مصانع معادن دي؟ لا لا. يعني دارين القطاع المعدني. القطاع المعدني. الكوابل والألمنيوم. الكوابل والألمنيوم. نعم. طيب خلاص نحن نعتمد الإجابة عندنا. وإن شاء الله تكون من إن شاء الله. محطتنا الثالثة كانت في جياد من حلقة الليلة، ومع هننا زياد، وبالأخص ناس القطاع الشرقي صح؟ القطاع الشرقي. نحن جينا القطاع الشرقي هنا ووصلنا الناس في السوق ولقيناهم ما شاء الله. أختنا سعيدة شارت البندورة وشارت الرغيف ومعاه حسام صح؟ صحيح. اسمه حسام. سعيدة نحن الليلة إن شاء الله أنت تكوني سعيدة معانا. سألنا عن اثنين من المصانع اللي بيحويها القطاع المعدني، والمصانع يا أخواننا كثيرة، فيها الألمونيوم وفيها الكوابل وفيها المواسير وفيها الحديد. وأختنا سعيدة ذكرت لنا اثنين منهم، انت قلت الالومنيوم والكوابل ولا قلت المهم القلتين دي الاثنين ما اكثر. احنا جبنا اجابتك اول اجابه صحيحه، وحيوا سعيده يا اخوان. ونحن بنبارك لك والله يا سعيده، كمان مستعجلين بنظرتك قدامنا فوت ان شاء الله. كان قاعد نصلطه شيء وجاي هنا، لكن نشوف جائزتك شنو نديك لك. احنا بنبارك لك وبنهنيك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لقناه الشروق. نعم. دائما متابعين قناه الشروق نحن ان شاء الله. الله يبارك. شكرا. الله يبارك. شكرا جزيلا. الله يبارك. مرحبا بكم، ونحن في محطة جديدة وولاية الجزيرة. الآن نحن في المسعودية. المسعودية اسم معروف بالميم أخواننا، ما تبغى تقول السعودية، المسعودية اسم معروف في ولاية الجزيرة، منطقة ذات علم ودين وقرآن وتعليم وثقافة. سؤالنا في المسعودية سؤال جديد، إجابته جديدة، جائزته جديدة. في وسط عنا ناس المسعودية بنرحبون وبنحيون. تابعوا معنا يا اخوانا. السلام عليكم. السلام. مرحب حباب ابو الله يتولاك. بارك الله فيك. الحمد لله. لا تمام الحمد لله. نتعرف عليك. عبد اللطيف عالم الهدى بابكر. عبد اللطيف عالم الهدى بابكر. نعم. من ناس المسعودية اصلا؟ من المسعودية. جزورا من المسعودية. جزورا من هنا. نعم. ولدت قبلك؟ جد جدودي اتولدت هنا. جد جدودك؟ نعم. ده اللي هو بابكر ده؟ الحاج علي سعيد. الحاج علي سعيد. اي نعم. يا اخي نحن بنحييك تحيه خاصه، مسابقتنا الشروق مرت من هنا. سؤالنا عن في المسعوديه دي. نعم. عرفت الاجابه، الجائزه في العربيه. نعم. اتفقنا؟ نعم. جاهز؟ جاهز. بسم الله. اول من هو الشيخ الذي اسس اول خلوه لتدريس القران بالمسعوديه؟ الشيخ اللمين الشيخ ابراهيم الكباشي. الشيخ اللمين الشيخ ابراهيم الكباشي. متاكد؟ نعم. ناخذ اجابه نهائيه. نعم. هبطت راجع؟ هبط راجع. خلاص انا هنعتبر إجابة، نتمناك معانا من الفائزين. الله يبارك. الله يديك العافية. الله يسلمك. الله يسلمك. سلام. بارك الله فيك. ان شاء الله طيبين. تعالوا يا اخوان. الله يسلمك. السلام عليكم. عندنا مفروشات. 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 ايوه. هنا دي في المسعودية. انت من المسعودية؟ هنا المسعودية. ايوه. انت منو؟ حافظ. حافظ. ايوه. زي الحال. مرحبا بك. ان شاء الله طيب. الله يسلمك. احنا عندنا مسابقة حافظ. هاي. بنسألك سؤال. هاي. كان عرفته من اديك جائزة من العربية. هاي. خلاص؟ ذهب؟ لا لا ما هي لي. ذهب جاي عارض. جبناها منك، جيت عرضتها لنا. هاي. مفروشات جبناها. ودارين نديك السؤال دعاية للذهب؟ ما الذهب؟ جاي بتجيب الذهب، هي بتجيب الذهب، ما ذهب؟ هاي. لكن إن بيتها تجيب الذهب وقيمتها قيمة الذهب. أول من هو الشيخ الذي أسس أول خلوة لتدريس القرآن بالمسعودية؟ منه هنا في المسعودية؟ صف الشيخ أنا ده اسمه منه شيخ اللمين. اللمين منه؟ ها؟ لا شيخ اللمين. أقول له يا أخوان أدو فرق. أنا شيخ اللمين. شيخ اللمين منه اسمه؟
الكباشي. ها الكباشي انت بتشيل الاسم الاخير لشيخ اللمين من اكو امن واصل ما شيخ اللمين الكباشي شيخ اللمين الكباشي ايوه اجابه نهائيه نهائيه انت قريت في الخلوه دي قريت هاي والله ان شاء الله بتعرف بانصب بيه رفع بيه كله بيه شي شي كله والله ربنا يديك العافيه ونحن نتمناك معنا من الفايزين اها خلاص ما هي لما انت يا بشفر السلام عليكم الله يديك العافيه سلامات الله يحفظك كيف حالك يا اخي الله يحفظك بارك الله فيك انا سعيدين الله يشرفك في السعوديه شرفتونا والله مع هنا ناس المزعوديه والناس الطيبين والحنينين سؤالنا في المزعوديه اول شيخ اسس خلوه من هو الشيخ الذي اسس اول خلوه لتدريس القران بالمزعوديه طيب انا عشان الناس ما تروح هو توفى 1869 وخلف ابنه الفقيه بابكر نعم نعم الأسس مسجد المزعودية العتيق ده صح الفقيه الشيخ محمد بابكر أسس ولد بابكر الشيخ محمد بابكر أسس خلف ولد محمد بابكر محمد بابكر برضه متوفي بابكر متوفي الفقيه بابكر ده متوفي برضه أبوه منه ها أبوه ده هو اللي أسس أول خلوة لتدريس القرآن الفقيه بابكر أبوه منه أبوه الشيخ منه محمد محمد منه محمد بابكر وده توفى برضه بابكر توفى يعني الشيخ بابكر اسمه الشيخ بابكر محمد بابكر محمد بابكر محمد بابكر هاي بابكر محمد بابكر يعني اول شيخ اللي اسس الخلاوي لتدريس القران في الجامع العتيق في السعوديه الجامع العتيق ده ما عمله الشيخ البكي بابكر اللي هو ولد الشيخ اللي نحن بنزعل منه ده الشيخ ده توفى سنه 1869 محمد بابكر محمد بابكر واقف بابكر مرحبا بك نحن نتعرف عليك عبد الله محمد عبد الله عمر كنيني عبد الله محمد عبد الله نعم احنا قلنا اول شيخ وان هو الشيخ الذي اسس اول خلوه لتدريس القران بالمزعوديه هو بعد توفى سنه 1869 نعم نعم خلف ولده الفقيه بابكر نعم بنى مسجد المزعوديه نعم نعم الشيخ الفقيه بابكر محمد البدوي محمد الفقيه بابكر محمد الفقيه بابكر اسمه بابكر محمد البدوي الشيخ محمد بابكر البدوي الشيخ بابكر محمد البدوي البدوي طبعا الشيخ محمد بابكر البدوي دي في لكن اسمه منو الشيخ محمد الفقيه بابكر البدوي الشيخ محمد الفقيه بابكر البدوي محمد بابكر البدوي طيب خلاص انا حنحتمل الاجابه نعم مرحبا ان شاء الله طيب الله يبارك اسال عن شنو انت انا بسال عن شيخ أسس أول خلوة لتدريس القرآن بالمزعودية الشيخ ده مات سنة 1869 خلف ولد الفقيه بابكر البنى الجامع العتيق ده أيوة أيوة أبوه منو أبوه محمد بابكر محمد بابكر نعم الفقيه البدوي أيوة حسب الرسول الشكري حسب الرسول الشكري نعم المزعودية من المزعودية نحن بنحييك حبابك عشرة ونحن في المزعودية بنسأل قلنا أول خلوة لتأسيس القرآن عملت في المزعودية نعم الأسس الشيخ منه قلنا عشان نقرب للناس أول خلوة هاي قلنا عشان أسس الخليفة عبد الرحمن عبد الرحمن منه عبد الرحمن يا اسمه منه نحن عشان نقرب لك نعم هاي قلنا الشيخ ده الشيخ اللي بنزل منه ده يا أخوان الأسس الخلاوي دي هاي. خلف ولده الفقيه بابكر البنى الجامع العتيق نعم كويس هاي يتوفى سنة 1869 نعم ده منه الشيخ منه أبو الفقيه بابكر أبو الفقيه بابكر الخليفة عبد الرحمن خليفة عبد الرحمن نعم خليفة عبد الرحمن أيوة الخليفة طيب نحن نأخذ إجابة ونتمناك تكون معنا من حبابك عشان الله يديكم بارك الله الفوائز لكن منتظرنا الفوائز أنت عارف ذكرتني شنو أزمة عليك دقيقة أنا النكتة ما قلت علينا أنا نقول ليك أها ما تشوف الشفقة دي واحد عنده ألف مشتهي له مانجا مشتهي له مانجا وعنده ألف واحد مصاها والله خلاها لا مشى هو أمير تشوف شفقتك دي قام مشى ليش ده المانجا قالوا المانجا بألفين قالوا عنده ألف تقلبها ديك ده شال أول شيء قبضك هي تقول فاكر عين خايفة تجري أنا بسأل اطمحل نحكي لك قام قال له اديني لا بالف اداني بالف قبضك هي تقول فاكر عين تقول بتجري هو شيء نزل لك في القريب ده خلى مويه مصمص يمدق صايب يبلع نزل في اللي بجوا ده عدموا الليفه وقع في العظم خلاك الراس هندسه علي الليف ماسك يده طارت قال له الف وطار طيب مرحبا بكم محطتنا كانت في المزعوديه كثير من الترحاب وكثير من الحفاوه من هنا ناس المزعودية ناس الكرم وناس الطيبة وناس الدين والقرآن والتعليم نحن سعيدنا كثير بزيارتنا للمزعودية سؤالنا كان عن
من هو الشيخ الذي أسس أول خلوة لتدريس القرآن؟ وقلنا توفى سنة 1889 ابنه الشيخ البكي بابكر، خلفوا البنى المسجد العتيق في المجعودية. الإجابة الصحيحة هو الشيخ محمد البدوي أو الشيخ البدوي، الشيخ أحمد البدوي أو الشيخ البدوي ابن محمد. ويتقال إنه الشيخ البدوي، يعني الناس بيقول الاسم البدوي أول زول أدان الإجابة الصح. في ناس قالوا عبد الرحمن البدوي، وفي ناس قالوا محمد البدوي، والاسم على البدوي ثابت لكن اختلفت الأسماء اللي قبله. أنا إحنا قلت لنا منه البدوي لقيت ذات الاسم عبد الله محمد عبد الله عمر. عبد الله نحن بنحييك وسعيدين بك. يا مرحب بكم، بنبارك لك الفوز، فزت معنا يا اخواننا، حيوه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونرحب بكم في هذه البلدة الطيبة. أنا إحنا سألناك كنت شايل الشافع، نزلنا منك عشان تشيل الجايزة. يعني شفت ولدك ما شاء اسمه منو؟ اسمه عادل. عادل عبد الله محمد. عادل ما شاء الله، ربنا يحفظه. الله بارك الله فيك. العربية نشوف جايزة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، وكثر خيركم وحوافكم العاشرة في المسعودية. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. ما زلنا متواصلين معاكم ونحن في المزعودية. كنا شمال الزلط، سجينا جنوب الزلط، ناس جداد، سؤال جديد، إجابة جديدة، تابعوا معنا إخواننا. السلام عليكم، إن شاء الله طيبين يا كيف الحال؟ ديكم العافية، الله يسلم. الحمد لله، الله يسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم، إن شاء الله بخير. الله يسلم. شكلكم معلمات صح؟ نعم ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا زمان بنعرف من الثوب الابيض، لكن الموظفات كلهم بيجي نلبس الثوب الابيض، بيجينا نعاين للظروف، كان لقينا امتحان رقم كده ولا هنا كده. تعرفونا معلمات؟ بعرف معلمات. يعني احنا نتعرف عليكم. الاستاذه حنان محمود، استاذه بتاعت فيزياء. استاذه فيزياء؟ نعم ما شاء الله، والله اصعب حاجه، وانا زمان كانت مبشتنا بيا. والله واحد صاحبي قال لي نيوتن ده كان اكل التفاح، هذه ما كان ريحنا. ياكل التفاحة كيف يا محمد موسى؟ ما قال لي لو اكله وانتهى الموضوع. أيه. بعد القانون الطلع بتاع الجاذبيه الارضيه وبتاع. ايوه ترى مثقف، انت عارفه قانون الجاذبيه الارضيه يا اخي. انا ما قلت قريت فيزياء، قريت فيزياء وكيمياء، لكن الظروف ما عدت بس. ايوه والنهايه قلبت نكات غايته، لكن برضو عمل الجاذبيه بيننا وبين الجمهور. والله تمام ما شاء الله. احنا عندنا سؤال، طيب نتعرف عليكم برضو. استاذ فاطمه حمدان، احياء. احياء ما شاء الله. وانت؟ فايزه احمد الطيب، رياضيات. رياضيات، يعني الواحد قاعد في نصكم علمي علمي ما في طريق. طوال نطلعك علمي. احياء وفيزياء. نعم. طيب سؤالنا، في انتوا من المسعوديين؟ لا نحن، انا ساكنه هنا في جياد. في جياد. نعم. لكن بتدرس غالي في المسعوديه بنينا. طيب اذا 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 معلوماتك ساعدتك في انك عرفتي، يعني مثلا في جريده كان اسمها المسعوديه الرائده، صحيفه اصدرها هنا الناس المسعوديه في زمن ما بعيد شديد، صدرت من لنا، وكانت أول جريدة من نوعها في السودان، يعني تصدر من منطقة يعني، وسام فيها أبناء المسعودية. و... أي شايفة فيها بيجي طوالي كمان أي بيجي يأخذوا معلومات من المدرسة. هسه قبل فترة ماخذين معلومات عن نتيجة المدرسة، وبيأخذوا طوالي بيجيبوا فيها أخبار الرياضة، وبيجيبوا فيها معلومات كثيرة ناس المسعوديين، الطلبة تاعين الجامعات الخريجين وديلا بيصدروا فيها. أنا دارين تاريخ تأسيس إصدارة، يعني إصدار الصحيفة دي كان سنة كم؟ 83 84 83 85 لا لا 83 83 83 ادي الخيارات تبي تعرف الاجابه نهائيه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا اخي بارك الله فيك. الحمد لله، يعطيك العافيه. الله يعافيك. نتعرف عليك. سالم الطاهر. سالم منو؟ سالم الطاهر. سالم. سالم مرحبا بك من ناس المسعوديه. والله ابدا، من مواطن مدني. من مواطني مدني، لكن علاقاتك بالمسعوديه؟ ايوه جدا، متزوج هنا. ايوه متزوج هنا. ايوه عنده في جريده في المسعوديه اسمها المسعوديه الرائده. جدا جريده بتصدر من هنا. يعني اسهم فيها جيل كبير من ابناء المسعوديه، وهي من اول يعني نوع من اول انواع الصحف اللي بتصدر في السودان بالنوع ده. يعني جدا. عارف تاسيسها كان سنه كم؟ والله الا هذا الواحد من الناس المسعوديه. يعني عمل لك دايفرت ولا شيء؟ ايوه. انت بتقدر تكون سنه كم يعني؟ والله بتكون غايته قبل خمسه سته سنه كده. نعم. خمسه سته سنه. خمسه سته سنه؟ اي 87. لو دي 2008 تكون كم؟ 2002؟ اي 2002. خلاص احنا ناخذ اجابه منك، نعتمد اجابه ان شاء الله وتكون معنا. ان شاء الله. احنا نتعرف عليك اول. انا صديق نصر الدين علي المزعوداني.
صديق صدين علي. انت انا من نزلت في الظلال شايف هذه ما شاء الله لقيت في الظلال قلت لك في الظلال وقلت لا فيه وشفت في شارع ثاني وقلت ماشي في شارع ثاني حكم حد وقفت هنا لحد وقفت هنا ها بالكار ذي عندك كار ما شاء الله والله موديل كم ها موديل كم الكار لا 81 واحد سيوبر ها سيوبر نظيف ما شاء الله تبارك الله ماشي تمام ملقط كويس انا لانه لاحظت لك في الظلال من الظلال وشفت السوق انا الاول نعم وفي السوق لقيت في السوق يدكن وهنا لقيت البوكس حول حكم في البوكسي فوتو اي قاعد اطلع وين قاعد اطلع اوكي بس وراك يدربكم طوالي وقطعت الزلط قطعت الزلط مرخص 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 حد يعني ها مرخص مرخص 100 100 وتامين وتصديق 100 100 عندك تصديق تصديق والله تصديق اي شيء طيب انا حمد نعم. بتعرف جريده المسعوديه الرئيس سمعت بها سمعت بها دي طيب الجريده دي اول جريده من نوعها في السودان هنا نعم. دارين نسال سؤالنا نعم. انه تاريخ تاسيسها كان 200 85 85 1900 ولا 1985 متأكد منها متأكد منها 100 100 100 100 100 100 انت قريت الجريدة ها قريتة جريدة ما قريتها متأكد منها بس عارف سنة 85 هاي 85 طيب نحن نعتمد اجابتك ان شاء الله تكون معنا اللهم امين نتعرف عليك الاخت حنان بخيت حنان مرحبا بك من ناس المسعودية نعمة بالله الله يديك الصحة والعافية ونحن سعيدين بمشاركتك معنا نعمة بالله الله يكرمك سؤالنا في جريدة اسمها المسعودية الرائدة ايوه سمعتي بها تأسست عام 1982 1982 ايوه ان شاء الله طيب يا اخي الله يسلمك الله يسلمك نتعرف عليك حمد الله ابراهيم محمد عمر حمد الله من ناس المسعودية من المسعودية يا اخي نحن بنحييك وسعيدين الله يبارك فيك سؤالنا بسيط جدا سمعت في جريدة اسمها المسعودية الرائدة نعم في المسعودية نعم قريتها قريتها طيب الجريدة دي هي من أوائل الجرائد في السودان بتدعم لمناطق يعني نعم. حول أبناء المسعودية الطلب. ساهمت أيوة ساهمت نعم. في تعريف بالمنطقة ثقافيا وفنيا ورياضيا نعم. تأسيسها كان 200 77 77 77 1977 أنا كنت في السعودية 76 77 جاتنا في السعودية الجريدة دي 77 الجريدة 77 77 جبتنا البوكس ده ولا مو بوكسي؟ نعم يا هو بوكسي يا جماعة أقول أطرى مزيق واحد قال ماشي السعودية عشان يجيب له بوكسي بس يقول لهم داير مزيق دي قال لك اللي وقفوا الشارع وقفوا لين غمير دي الناس بحر أبيض أي ناس تبي قال له يا زول قوم اصفح على بكم قال أطرى مزيق قال له أخو مزيق الله نحن بنبارك لك وسعيدين معاكم نتمناك تكون معانا الله يبارك أديك أنا كلمتين أي عندنا واحد كبير جدا في السن نعم. قاعد يلفك حباب الحباب بتعرفه الحباب العنقريب قال لي يا عم الحباب ده بيوقعك انه خدتك في العالي ذاك خدته في العالي لما خدته في العالي ذاك ضانه ثقيل شويه قال احق قال لي هنا جاتك شبكه الله يديك العافيه نحييك والله طيب متابعينا في كل مكان مرحب بكم محطتنا كانت في المسعودية والأخيرة في حلقة الليلة سؤالنا كان عن صحيفة أو جريدة المسعودية الرائدة سؤالنا كان عن تاريخ التأسيس سعيدنا كثيرا أن نكون في المسعودية المسعودية اللي بيربطها شارع المعبد اللي انشأ 1963 كان يربط المسعودية بالخرطوم يسمى بعد ذاك شارع الخرطوم مدني ونحن بنحيي أخونا منو قلت صديق سردين علي صديق نصر الدين صديق نحن سؤالنا كان عن الجريدة تاريخ إصدارها وهو الإجابة الصحيحة كان 1985 وجاوبت أنت إجابتك صحيحة صديق ونحن بنحييك حي صديق والله وانت اجمل حاجه ما فيك الترحيل منك اي الله الترحيل ما هنا مشكله الترحيل لا بتغارت لا بتسوي بترحيل براك اي برحب براك والله نحن سعيدين بفوزك وانا سعيد شخصيا لانك انت تعبت من الزلط ودخلت الحله وجيت السوق وسويت هنا يعني لميت انزين لميت كان جاب لك الجائزه الله نحن بنحيك نفتح العربي نشوف جائزتك صديق معرس معرس اي ما شاء الله تبارك وعندك شوف عندي شوف نسي دوري تيمان في تيمان الحمد لله ما شاء الله تبارك يربو في عزك سميت منو؟ سميتهم صفا وصابرين ما شاء الله تبارك الله, الله. إن شاء الله يعني يجعلوا دنيتك صفا ويكونوا صابرين على الحياة الله أكبر نحن يا صديق طالما إنك أنت مزوي نديك بتجاز أربع عيون بفرق كبير تشيله تودي البيت ريح الله أكبر الله أكبر أحبابنا في كل مكان مضت اللحظات سريعة من ولاية الجزيرة لم نحس بالزمن البشاشة الكرم الحفاوة من كل الأهل بولاية الجزيرة لاستقبال الحافل مرت اللحظات ولم نحس بها إلا بعد أن أتت لحظة الختام
لحد هنا حلقتنا انتهت، أسئلتنا انتهت، جوائزنا انتهت، حتى حلقة جاية كونوا جاهزين، نحن جاهزين لكم. استودعكم الله وفي أمان الله ورعايته.